أكثر من 80% من السكان بين عمر 16 و55 يخزنون القات. يستهلك القات حوالي 17% من مجمل إنفاق الأسرة شهرياً. أعمال ريه تستهلك أكثر من 55% من إجمالي استهلاك المياه، ما يشكل خطراً على مستقبل المياه الجوفية. مجلس القات هو موروث اجتماعي وحضاري يسمى في عدن المبرز، وفي صنعاء المتكة، وفي تعز المقيل، وفي الحديدة المنشر. ليس القات حكرا على اليمن، لكنه الأكثر استهلاكا. يعرف كنبات طبي في أوغندا ورواندا وبوروندي وزامبيا وزيمبابوي وتركستان وأفغانستان. يزرع في كميات تجارية في أثيوبيا والصومال وفي بعض الأراضي المحتلة من فلسطين.